شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah the Almighty states in the Holy Quran, and if people have enforced His will, He would have made you. لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذه الآية 49 من سورة المائدة. حضرة أمير المؤمنين، الضيوف الموقرون، الأخوة والأخوات، متابعي MTA في جميع أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اتحدنا جميعا هنا من جميع أنحاء العالم بهدف واحد وغرض واحد، وهو السعي إلى تحقيق السلام، وبالتالي لنشر الرسالة الحقيقية للإسلام. إن ديننا ومعتقداتنا وهداية الله سبحانه وتعالى قد أنعموا علينا بالأحمدية، فصارت بالنسبة لنا حصنا للسلام. لقد أتيحت لي الفرصة اليوم لمناقشة كيف في عصر الصراع والفوضى قد أصبحت الأحمدية قلعة حقيقية للسلام. الغرض الأساسي من بعثة المسيح الموعود عليه السلام هو إحياء تعاليم الإسلام الحقيقية وإعادته لصورته الأصلية والأصيلة، وتوحيد الإنسانية تحت راية واحدة. لقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: لقد جئت لإعادة العلاقة بين الإنسان والله التي نسيها أهل العالم. كما أعلن أيضا أن الجهاد بالسيف قد انتهى، وأنه لن تكون هناك حروب دينية أخرى لحل الصراعات. في عالم يبدو أنه في صراع بين السلام العالمي والحرب النووية، أصبح التوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعالم أكثر هشاشة من أي وقت مضى. من جهة نرى أن الحرب الأهلية قد اندلعت في جميع أنحاء العالم، بينما نرى من جهة أخرى قادة العالم يتحدثون ويشنون حملات ضد الحرب. وبسبب افتقار قادة العالم للأخلاق والنزاهة، فإنهم في كثير من الأحيان من خلال تعزيز القومية أو المصلحة الذاتية يخلقون الصراع العالمي والحرب التي تؤدي إلى الكوارث والمصائب التي أنبأ بها الله المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. لقد أظهر الله عز وجل كعادته العديد من الإشارات المؤيدة للصدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وعندما استمر الناس في معارضته أخبر الله المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من خلال الأحلام والرؤى والوحي اللفظي عن الكوارث التي كانت تنتظر الناس. وفقا لمؤشر السلام العالمي الذي نشر عام 2018، بلغ التأثير الاقتصادي العالمي للعنف 14.76 تريليون دولار في عام 2017، وقد انخفض متوسط مستوى السلم العالمي للسنة الرابعة على التوالي. يعتقد بعض المعلقين أن الأمم المتحدة قد أنشئت للتوسط في الأزمات التي تنشأ بين دولة وأخرى. إن حقيقة أن بعض الدول في الأمم المتحدة قد منحت حق النقد، فإن هذا يضعف على الفور من مكانة الأمم المتحدة كقوة حفظ للسلام، حيث تستخدم الدول هذا الحق، حق الفيتو، لأغراض ذاتية. خلال خطابه الرئيسي في البرلمان الأوروبي في بروكسل، قال حضرة ميرزا مسرور أحمد خليفة وإمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية يد الله تعالى بنصره العزيز: حق النقد الفيتو لا يمكن أن يحقق السلام، لأن الدول ليست على مستوى واحد. ثم تابع قائلا: إذا نظرنا إلى تاريخ التصويت في الأمم المتحدة نجد أن الفيتو لم يستخدم دائما من أجل مساعدة المضطهدين أو الذين يتصرفون بطريقة سليمة. في الواقع لقد رأينا أنه قد أسيء استخدام الفيتو في مناسبات عديدة مساندا القسوة بدلا من منعها. وهذا الأمر ليس خافيا أو مجهولا.
فالعديد من المعلقين قد كتبوا أو تحدثوا حول ذلك علنا. من المحزن أن تؤدي جهود حفظ السلام إلى مزيد من الشدة أكثر من الراحة، فذلك لأن العالم قد نسي خالقه، وأنه بعد هذه الحياة سنكون مسؤولين عن جميع أعمالنا وأفعالنا. في كتابه سفينة نوح قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: لابد أن تفتنوا بأنواع الآلام والمصائب كما افتتن المؤمنون من قبل، فكونوا حذرين لئلا تتعثروا. الأرض لا تستطيع أن تضركم شيئا إن كانت لكم صلة متينة مع السماء. إذا تضررتم فإنما تضررتم بأيديكم لا بأيدي العدو. لو زالت عزتكم الأرضية كلها فلو سوف يعطيكم الله في السماء عزة لن تزول، فلا تهجروه. إن العالم قد فشل في إدراك الحاجة الملحة إلى زعيم حقيقي قادر على توجيه العالم نحو السلام، ويبدو في الآونة الأخيرة أن العالم الإسلامي بشكل خاص يعاني بسبب الافتقار إلى التوجيه والوحدة الحقيقيين. هناك بعض النقاد الذين يجادلون بأن القرآن الكريم يدرك ميل الإنسان للصراع وبالتالي يعطي الإذن بالحرب الدفاعية، لكن للأسف اليوم بسبب عدم فهم المعنى الحقيقي للجهاد قام الجهاديون الإسلاميون بتشويه هذا التعليم لتبرير التفجيرات الإرهابية. لقد ذكر القرآن الكريم أن على أتباعه أن يبقوا بعيدين عن النفاق. المذكور في سورة البقرة في الآيتين 205 و206: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. تشمل هذه الآية بعض زعماء الدين اليوم الذين يتحدثون باسم السلام ولكنهم مسؤولون عن الصراع وسفك الدماء. يمكن استخدام الدين للأسف بشكل مختلف في الأيدي الخاطئة، وبدلا من استخدامه لأغراض سلمية وغير أنانية يصبح سببا للصراع والقسمة. من المحزن أن يتم اقحام الدين بالنزاع الإنساني. قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: هذا هو الإله الذي هو شرط جماعتنا، فآمنوا به وآثروه على أنفسكم وعلى راحتكم وجميع علاقاتكم، وتحلوا في سبيله بالصدق والإخلاص بكل شجاعة عمليا. الدنيا لا تؤثره على أسبابها وأعزائها، أما أنتم فآثروه لتكتبوا من جماعته في السماء. ثم أمرنا عليه الصلاة والسلام أيضا: فيا من تعدون أنفسكم من جماعتي اسمعوا وعوا جميعا، إنكم لن تعدوا من جماعتي في السماء إلا إذا سلكتم سبل التقوى حقا وصدقا، فأدوا صلواتكم الخمس بخشية وخضوع كأنكم ترون الله تعالى. هذه هي الرسالة الحقيقية للإسلام. لقد رأينا في الماضي أنه عندما كان الإسلام يمارس في شكله الحقيقي والجميل كان العالم ينعم بما يصفه التاريخ بأنه حقبة ذهبية، وقد مهدت التطورات في هذا الوقت الطريق لنهضة أوروبا وعصر التنوير. يشير المؤرخون والمعلقون إلى أن اختراعات المسلمين في ذلك الوقت وصلت في علم الجبر لاختراع البوصلة المغناطيسية وأدوات الملاحة والأقلام والطباعة وفهم كيفية انتشار الأمراض وكيف يمكن معالجتها. هذه الاكتشافات العظيمة جاءت لأن المسلمين كانوا يمارسون القيم الحقيقية للإسلام، وهي القيم التي أرساها القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
والتي هي قيم العدالة والسلام. يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال أيضا الله تعالى في القرآن الكريم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يمكن العثور على أعظم مثال يطبق جميع هذه التعاليم في شخص مؤسس الإسلام خاتم النبيين النبي العظيم حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة: اعفو عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. لقد عانى حضرته من الاضطهاد الكبير، لكنه لم يدعو للعنف أبدا ضد أولئك الذين استهزأوا به. لقد ترك إرثا معروفا اليوم من قبل كل من المفكرين الدينيين والعلمانيين، ولم يتم الاعتراف به فقط كرجل متواضع ذي شخصية مثالية، ولكنه برز أيضا كشخصية سياسية عادلة. كان مسؤولا عن واحد من أهم المواثيق في التاريخ السياسي، وهو ميثاق المدينة. لقد سبق ميثاق المدينة الماجنا كارتا أو الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا بحوالي 6 قرون. فقد كتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميثاق المدينة لضمان سيادة الأقليات، وكان أول ميثاق لحقوق الإنسان وجد في التاريخ، وشكل أساس حكم القانون الذي تستخدمه اليوم جميع الدول المتقدمة. أثبت هذا الميثاق أن الإسلام الحقيقي كان في الواقع حصن السلام لجميع الأديان، وهذا ما جاء المسيح الموعود عليه السلام لإحيائه. في خطبته الأخيرة تحدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن المساواة بين جميع الأمم والأعراق، وذكر أنه لا فضل لأحد على الآخر إلا بشيء وحيد، هو التقوى. وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت الأمة الإسلامية مثالا عظيما للسلام والتسامح وقبول الجميع، لكن للأسف بدأ هذا بالتراجع بعد وفاة آخر خليفة راشد. ومنذ ذلك الحين أصبح المسلمون أكثر انقساما، وفي السنوات الأخيرة لم ينظر إلى الإسلام على أنه نور هاد للسلام، ولكنه في الحقيقة أصبح مرادفا للحرب. في السنوات 200 الماضية لم يصنع المسلمون التاريخ، لكنهم في الحقيقة أصبحوا ضحايا له. لقد غرقوا في العصور المظلمة التي قاموا بإخراج الغرب الحديث منها. في تعليق كتبته كارين أرمسترونغ لصحيفة التايمز لخصت الأمر على هذا النحو: خلافا للاعتقاد الشائع، فإن الإسلام ليس مدمنا على الحرب، والجهاد ليس أحد أركانه أو ممارساته الأساسية. المعنى الأساسي لكلمة الجهاد ليس الحرب المقدسة، بل الكفاح. إنه يشير إلى الجهد الصعب المطلوب لوضع إرادة الله موضع التنفيذ على كافة المستويات الشخصية والاجتماعية والسياسية أيضا. ومن الأحاديث الهامة جدا والشهيرة، قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن عادوا إلى ديارهم من معركة: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فالمهمة الأكثر إلحاحا وأكثر أهمية هي جهاد النفس. في هذا الظلام هناك منارة أمل ونور ساطع وهداية تتمثل بالمسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام. في عام 1889 في مدينة قاديانا الصغيرة في الهند، جمع المسيح الموعود أتباعه القلائل معا وأسس الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكان ذلك بداية إحياء الإسلام. كان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مؤلفا غزير الإنتاج، وكتب أكثر من 90 كتابا حول مواضيع دينية وأخلاقية مختلفة. من نشر المجلد الأول من البراهين الأحمدية
أي دلائل صدق الإسلام، وهو أول عمل كبير له في عام 1880 حتى وفاته في مايو 1908. لقد دعا البشرية كلها إلى سبل الله، وبحسب السنة القديمة قبل رسالته عدد قليل من الناس في البداية، ومع ذلك قد بشر أن رسالته ستصل وستقبل في أركان الأرض. فمن خلال الوحي قال الله عز وجل للمسيح الموعود عليه السلام بأن الناس والعالم سيمر بالكوارث المريعة، ولكن يمكنهم النجاة من خلال الانضمام إلى جماعته. ويمكن العثور على مثال ذلك في كتابه سفينة نوح، حيث يحتوي هذا الكتاب على تعاليم القرآن الكريم التي يمكن للجنس البشري من خلال اتباعها أن يحقق الخلاص. في وقت كتابة هذا الكتاب كانت شبه القارة الهندية على وشك الوقوع في قبضة وباء الطاعون المريع. عاث هذا الوباء الفوضى في الهند وأودى بحياة أكثر من 10 ملايين شخص. وقال حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام في حديثه عن نبوءة ذكرت أن هذا الطاعون سيضرب الأرض، وورد هذا في البراهين الأحمدية التي نشرت أول مرة قبل 8 سنوات من انتشار الوباء. أعلنت النبوءة أن أي شخص داخل دار المسيح الموعود عليه السلام، أي ممن اتبع تعاليمه، لن يموت بالطاعون. قال المسيح الموعود: لذلك فمن اتبع تعليمي حق الاتباع فقد دخل في داري، تلك التي سبق الوعد عنها في قول الله تعالى: إني أحافظ كل من في الدار. وينبغي أن لا يفهم من ذلك أن الداخلين في داري هم الساكنون في بيت المادة فقط، كلا، بل إن جميع أولئك الذين يتبعونني اتباعا كاملا هم الآخرون داخلون في داري الروحانية. هذا يوضح بشكل كامل معنى الأحمدية حصن السلام. إنه ليس مجرد تعريف، بل تعبير واسع للوحي الذي نزل على المسيح الموعود عليه السلام في هذا الصدد. بعبارة أخرى، لا يمكن للأحمدية أن تكون قلعة حقيقية للسلام إلا إذا كنا نحن الأتباع مخلصين تماما لمهمة المسيح الموعود، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كنا نؤمن حقا ونتبع تعاليم الإسلام الحقيقية. يبدو أن اتباع هذه التعاليم كان أفضل حماية من الطاعون وأكثر من التطعيم الذي قدمته الحكومة البريطانية في ذلك الوقت. وقد انضم عدد كبير من الناس إلى جماعته خلال هذه الفترة ونجوا من الموت، كما تنبأ حضرته بالعديد من الأحداث الهامة الأخرى، بما في ذلك الحروب العالمية والزلازل وسقوط الإمبراطورية الروسية. في كتابه سفينة نوح قال المسيح الموعود عليه السلام: أما المانع السماوي فهو أن الله تعالى أراد أن يري الناس في هذا الزمان آية من آيات الرحمة السماوية، فخاطبني قائلا: أنت وكل من كان في دارك ومن تفان فيك بكامل الاتباع والطاعة وبخالص التقوى ستحفظون من الطاعون، ويكون ذلك آية من الله في هذه الأيام الأخيرة كي يحكم بين شتى الطوائف. لكن الذي لا يتبعك اتباعا كاملا فإنه ليس منك، فلا تأس عليه. وفي 4 مايو أيار 1904 توعك المولوي محمد علي المدير الإداري ورئيس تحرير مجلة مراجعة الأديان، وصار يعاني من الصداع وشعر أن درجة حرارته ترتفع، وشك أن هذه الأعراض قد تكون أعراض الطاعون. عندما تم إخبار المسيح الموعود بذلك، زار على الفور المولوي محمد علي وقال: إذا كنت تعاني من الطاعون وأنت ساكن في داري، فإن الوحي الذي نزل علي وكل شؤوني ستكون بلا جدوى. ثم فحص نبضه وأكد له أن لديه حمى، وهذا ما أكدته قراءة مقياس الحرارة. قال المسيح الموعود عليه السلام: أؤمن إيمانا راسخا بالوحي الإلهي الذي نزل علي كإيماني بكتب الله تعالى.
حضرت محمد مصطفى، حضرت محمد مصطفى، غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر. Another sign which proved the Ahmadiyya fortress of peace. أن الأحمدية هي قلعة السلام، وذلك بحادث مروع وقع في الهند عام 1905. روى أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام ميرزا بركة علي أثناء الزلزال العظيم عام 1905 كنت أعمل كاتبا في مقاطعة كانغرا في وادي هيمالايا، وقد دفنت تحت أنقاض منزل أنقذت منه بصعوبة كبيرة. كان هناك العديد من الأحمديين الذين شهدوا بأم أعينهم على هذا الحادث، حيث كانوا يعملون أيضا في تلك المنطقة. وكان المسيح الموعود عليه السلام قد تنبأ عن الزلزال قبل حوالي شهرين من حدوث ذلك، ونشر المنشورات التي حملت بعضها من قاديان إلى درامسالا ووزعتها هناك على كثير من الناس. كان لدينا العديد من الأسر الأحمدية يعملون في المكاتب الحكومية هناك، وفي تلك الأيام جاء العديد من زوار الأحمديين إلى هناك للاستمتاع بعطلة الربيع، وبشكل إعجازي تم إنقاذ جميع الأحمديين في تلك المنطقة ولم يصابوا بأذى من هذا الزلزال الكبير، على الرغم من أن الخسائر في الأرواح بلغت 90% في المنطقة. آمل أن أكتب وصفا مفصلا لهذه النكبة وكيف حفظ كل أحمدي دون أن يصاب بأذى، وكانت هذه آية عظيمة في حد ذاتها. لقد سبق وأعلن المسيح الموعود عليه السلام في منشوراته أنه لن يموت أحمدي واحد في ذلك الزلزال، وأنا متأكد من أن المسيح الموعود قد أخبر بذلك من الله تعالى. وبعد زيارتي إلى قاديان، وبعد أن سمعني المسيح الموعود عليه السلام شخصيا وسألني أسئلة كثيرة، قال حضرته إن هذه آية عظيمة ومعجزة. وهناك آية أخرى وهي من شخص عبد الكريم، وقد ذكر أيضا، وهو جاء إلى قاديان لتعلم الدين، وقد عضه كلب وشعر بأنه أفضل، ولكن وبعد ذلك فقد الأمل من شفائه عندما علم المسيح الموعود بذلك. حزن أن شابا صغيرا جاء لدراسة الدين قد أصيب في، ودعا كثيرا لعبد الكريم وقال إن والدته قد أرسلته إلى المدرسة هنا مع الكثير من الكتب، وقال ودعا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لعبد الكريم، ولكن لم يكن هنالك أي علاج له. طوال حياته كرس المسيح الموعود نفسه لتعزيز السلام، وبسبب ذلك أصبحت رسالة الأحمدية حصنا للسلام ليس فقط لمن هم داخل الجماعة ولكن لمن حولها. خلال حياته أرسل الرسائل إلى مختلف زعماء الأديان وأساس لدعوتهم إلى رسالة السلام والوحدة والإنابة إلى الله عز وجل، وأبرزها أنه كتب رسالة إلى الملكة فيكتوريا في احتفالها باليوبيل، ونقل رسالة الإسلام والسلام الحقيقية إلى المملكة المتحدة. كما تلقى المسيح الموعود عليه السلام العديد من الرؤى، بما في ذلك إني أحافظ كل من في الدار ومن دخله كان آمنا. امتلأ البيت بمحبتنا، إنه دار السلام. وقد حمل خلفاؤه رسالته، وبقيامهم بذلك استمرت الجماعة في النمو بسرعة فائقة، وأنتجت أناسا بعقول عظيمة ومؤمنين عظام، والذين كانوا يحظون بتقدير كبير ليس فقط من أجل تفوقهم الأكاديمي بل لتفانيهم الديني. ومن الأسماء التي تخطر بالبال فورا حضرة السير زفر الله خان والدكتور عبد السلام على سبيل المثال لا الحصر. وبينما يحتفل العالم بأشخاص من أبناء الجماعة، إلا أننا للأسف شهدنا اضطهاد الجماعة في مختلف البلدان الإسلامية ولا سيما باكستان. فقد تم إعلان الجماعة بأنها غير مسلمة عام 1974 في ظل حكومة بوتو في باكستان، وقد وضعت تشريعات أخرى تحت قيادة جنرال ضياء، مما يعني أن الأحمديين لن يتمكنوا من ممارسة عقيدتهم علانية في باكستان. وهذا أدى إلى هجرة الخلافة من باكستان إلى إنجلترا، كما هو الحال مع جميع الأنبياء العظام المذكورين في القرآن الكريم. فقد أصبحت الهجرة ضرورية عندما بدأ التعصب في الارتفاع إلى مستوى غير معقول. إن أبناء الجماعة الأحمدية سعداء لأن الله عز وجل قد منحنا
بركات مؤسسة الخلافة. كل خليفة بعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام كرس حياته لتحقيق مهمة المسيح الموعود عليه السلام. يمكن للجميع أن يروا كم تتحقق نبوءة سأبلغ رسالتك إلى أقصى أطراف الأرضين، وكيف أن الأحمدية تنتشر في جميع أنحاء العالم، وهذا واضح في هذه الجلسة السنوية. لقد واصل كل خليفة توجيه أتباعه في الطريق الصحيح. اليوم نحن سعداء بحضور الخليفة الخامس للجماعة الأحمدية حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز. انتخب لهذا المنصب مدى الحياة في 22 أبريل نيسان 2003، وهو بمثابة الزعيم الروحي والإداري العالمي لجماعة دينية دولية بعضوية تتجاوز عشرات الملايين منتشرة في أكثر من 206 دول. سافر حضرته، وهذا ما ذكره حضرته أمس، سافر حضرة خليفة المسيح إلى جميع أنحاء العالم وتحدث إلى أعلى المحافل حول أهمية السلام والعدالة. وفي كل خطاب للجماعة الأحمدية كان يرشدنا ويحاورنا ويحثنا على إصلاح أنفسنا واتباع طريق الإسلام الصحيح، الطريق الذي سلكه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة المسيح الموعود عليه السلام. في أكتوبر 17 أكتوبر 2016 ألقى أمير المؤمنين خطابا تاريخيا في البرلمان الكندي الوطني في أوتاوا، وتحدث خلال خطابه عن أهمية السلام والحرية الدينية، حيث قال: إذا كان تحقيق السلام غير ممكن من خلال الحوار، فعلى الدول الأخرى أن تتحد ضد من يرتكب الظلم وأن تستخدم القوة لمنعه. ولما يختار المعتدي السلام لا ينبغي أن يهان أو أن تفرض عليه العقوبات الجائرة، بل بمقتضى العدالة ومن أجل السلام المستدام يجب أن يسمح لهم بالمضي قدما كمجتمع حر. لقد كرس أمير المؤمنين حياته لإظهار الفوائد الحقيقية والرائعة للخلافة. وما هدف الخلافة الحقيقية بدلا من المفاهيم الخاطئة التي يروج لها من هم من أمثال البغدادي والذين استخدموا برنامجهم لنشر الكراهية؟ لقد كان أمير المؤمنين قلعة للسلام في عصر غمر فيه الظلام العالم الإسلامي، وحمل شعلة المسيح الموعود عليه السلام، وبقيامه بذلك جلب الناس إلى نور الإسلام الحقيقي. خلال الجلسة السنوية 39 في ألمانيا قال حضرته نصره الله: الشغل الشاغل الوحيد للخلافة الأحمدية هو أن تعترف شعوب العالم بخالقها وتخر أمام الله الواحد، وثانيا خلق روح المحبة والوئام بين شعوب العالم. هذه الرسالة الحقيقية للإسلام وحسن السلام في عالم يتخبط بالصراعات. قال المسيح الموعود عليه السلام في الخزائن الروحانية: فيا من تعدون أنفسكم من جماعتي، اسمعوا وعوا جميعا، إنكم لن تعدوا من جماعتي في السماء إلا إذا سلكتم سبل التقوى حقا وصدقا. فأدوا صلواتكم الخمسة بخشية وخضوع كأنكم ترون الله تعالى. ثم قال: واعلموا يقينا أن كل عمل خال من التقوى لن يصل إلى الله تعالى. إن التقوى هي أصل كل حسنة، ولن يضيع عمل لم يفته هذا الأصل. وكما قلت أنفا، في ظل هذه الظروف فإن الأحمدية ستكون قلعة السلام والرجاء الوحيد، شريطة أن نثبت بأننا نستحق هذه المسؤولية. يجب أن نعد أنفسنا لهذه المهمة الشاقة، ونحضر أجيالنا المستقبلية على ضوء أوامر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ونصائح خلفائه. نظرا لضيق الوقت، أود أن أنهي بالدعاء لله أن يوفقنا جميعا لاتباع هذه التعاليم المباركة، وأن نستمر في التمتع بنعم الأحمدية التي هي قلعتنا للسلام، وندعوه تعالى أن يتحقق بها نجاة البشرية جمعاء، وأن تجلب رسالة الأحمدية السلام العالمي وتوجه البشرية إلى خالقها الحقيقي. وأدعو الله تعالى أن يبارك المؤسسة الحقيقية للخلافة ورسالتها لنشر رسالة الأحمدية إلى أركان الأرض الأربعة. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.